لا يزال علماء الآثار في حالة إعجاب تام بما تكشفه لهم الحضارة المصرية يوماً تلو الآخر، إذ كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أن علماء من معهد ماكس بلانك لعلم الأرض الجيولوجية نجحوا في الكشف عن رائحة يطلق عليها عطر الخلود، واستطاعوا باستخدام أوان كانت بمقبرة مصرية قديمة إعادة تكوين هذه الرائحة الموجودة في سائل التحنيط، حيث اعتقد القدماء المصريون أن هذا السائل يجعل المومياء تعيش للأبد في الحياة الآخرة. وتتكون هذه الرائحة المميزة من خليط من شمع العسل ومادة الكومارين ومادة الراتنج، فضلاً عن مواد تجمع رائحتها بين القرنفل والقرفة. وتعد إعادة تكوين الرائحة باستخدام التكنولوجيا الحديثة سبقاً علمياً كبيراً، لأن المصريين القدماء لم يتركوا أي برديات تصف بشكل مفصل المواد العطرية المستخدمة خلال عمليات التحنيط.